اهلا بيكم، احنا سبلندد وهنحاول نلم في الوقت المتاح معانا موضوعنا عن الكومبات موديلينج. دي الاجزاء اللي هنحاول نغطيها من موضوعنا. طبعا هنتكلم عن الليتريتشر ريفيو، الماثماتيكال موديلينج، الريزلتس اند اناليسيس، وهنتكلم عن الكونكلوجن اللي طلعنا بيه في الاخر وايه الفيوتشر ورك اللي ممكن يحصل بعد كده بخصوص الموضوع ده. طيب احنا محتاجين نسأل نفسنا 3 أسئلة: why, when, and how. وانا شايف ان احنا لو قدرنا نجاوب على الـ3 أسئلة دول هيكون عندنا الفكرة العامة اللي بيلف حواليها الموضوع. طيب خلونا نبدأ بالايه. اكيد كلنا عارفين يعني ايه حرب، واللي هي صراع بين طرفين ايا كان شكل الطرفين بقى، سواء دولتين، شركتين، او حتى ممكن يكون بين فرقتين. لكن في نفس الوقت احنا عارفين ايه هو الماث وعارفين مدى قوته، فاحنا ليه ما نستغلهوش؟ زي ما ارثر اش قال في واحده من اشهر الكوتس: start where you are, use what you have, and do what you can. طيب كده عرفنا ليه. وين بقى؟ محدش كان بيستعمل الماث في الحروب لحد الحرب العالميه الاولى، لما ظهر عالم اسمه لانشستر وقال انا عايز استعمل الماث واشوف، هعرف اتوقع مين في الطرفين هيكسب ولا مش هعرف، وقال انا هاخد في الحسبان شوية بارامترز زي الزمان والمكان وقوة الجيشين وغيرهم من البارامترز المختلفة. كده احنا عرفنا السبب والوقت اللي بدأنا نستغل فيه الماث عشان خاطر نقدر نوصل لموديل يقدر يوصلنا ان احنا نعرف الحرب هتخلص في صالح مين. يمكن ده هيبقى واضح اكتر في الاجزاء اللي جايه، بس خلينا الاول ناخد كده فكره عن الموضوع بدا ازاي. لانشستر زيه زينا كلنا كان بيدور في دماغه شويه اسئله محيرينه ومش قادر يوصل لاجابات ليها، زي مثلا كام واحد هيتبقى من الجيشين بعد ما المعركه تخلص. طيب وقت الحرب هيقعد قد ايه؟ يعني احنا عارفين ان في حروب كانت بتقعد حوالي 40 دقيقه تقريبا، وفي نفس الوقت كان في حروب تانية بتقعد بالايام وبالشهور بل وبالسنين، فما فيش اي حاجه تخلينا نقدر نتوقع الحرب هيقعد قد ايه. طيب هل تمركز الجيشين هيأثر معانا ولا لأ؟ وهل الماث فعلا مفيد وهيقدر يخلينا نتوقع نتيجة الحرب؟ دي كانت كلها أسئلة بتدور في دماغه. طيب احنا برضو عمالين نلف وندور ومش عارفين فين الحل. الحل كان في الـ partial differential equations. قبل ما نتكلم عن الحل، ما كانش ينفع طبعا ما نتكلمش عن الناس اللي سابوا بصمة واضحة في الموضوع دوت أو اللي اشتغلوا عليه. الناس دي طبعا على رأسها لانشستر، واللي يعتبر المؤسس أو الأب الروحي للفكرة، واللي جه من بعده واحد اسمه بيتوفسكو، وده اللي اشتغل على الـ differential equations اللي كانت ordinary differential equations اللي لانشستر سابها، بل وحولهم لـ partial differential equations. جه بعد واحد اسمه كيم، وده قدم لنا 2 تكنيكس يبسطوا لنا الدنيا خالص ويخلونا نوصل للتوقع بتاعنا بطريقة أسرع بل وبدقة أعلى. ومن بعده جه واحد اسمه سونج، وده اشتغل على طريقة عشان تعرفنا النتورك بتاعت كل جيش كلها على بعضها وطريقة ترابطها ببعض بتأثر ازاي على النتيجة. ومن بعده جه واحد اسمه كريس، وكان مهتم بإن احنا نوظف قوتنا عشان نضرب الجزء اللي لسه عايش، بس بمعنى إن احنا منبقاش بنضرب خالص. وجي آخر واحد معانا، هو مش آخر واحد اشتغل في الموضوع لكن آخر واحد كانت بصمته واضحة، وهو تريسكين، وده وضح لنا الداينامكس وأثرها على النتيجة، وبيظهر هنا عندنا على اليمين الصورة بتاعت لانشستر. هنبدأ الماثماتيكال موديلنج بتاعنا بمعادلات لانشستر بتاعت لانشستر، واللي بتقدر تحسب معدل نقصان الجنود. أول اتنين بيوصفوا جنود الرماة، ودول بيحاربوا من على مسافة. تاني معادلتين بيوصفوا الجنود اللي بتقاتل بالطرق التقليدية أو الطرق القديمة زي السيوف. مشكلة المعادلات بتاعت لانشستر إنها مش بتقدر تحدد مواقع الجنود، وده لأنها في الأصل كانت Ordinary Differential Equations في متغير واحد وهو التايم. إحنا بقى هنحول المعادلات دي من كونها function في التايم بس، وهنزود عليها 2 dimensions زيادة عشان تبقى function في التايم والسبيس. هنشتغل على 1 dimension بس للتبسيط، ونفس الكونسبت هيتطبق على الـ2 dimensions. احنا هنعيد كتابة لانشستر ايكويشنز عشان تبقى في صورة المعادلتين 5 و6. بعد ما هنحطها في الجنرال فورم هتبقى كده في المعادلات 7 و8.
ناخد بعد كده ليميت لما تي تابروتش الزيرو، نبقى وصلنا للانيشال كونديشن بتاع الاثنين فورسز. استخدام المعادلات اللي وصلنا لها في السلايد اللي فاتت، يبقى قدرنا نوصل للاثنين انتجرو ديفرنشال ايكويشنز، واللي منهم نقدر نشوف نتوقع حاجات عن الجنود ما كانتش باينه في المعادلات قبل كده. هنا بقى هنحلل الترمز بتاعه المعادلات. اول ترم بيوضح لنا طريقه انتشار الجنود، تاني ترم بيعبر عن الاسلحه طويله المدى زي المسدسات والمدافع والانواع دي من الاسلحه واللي احنا بنرمز لها بالاريا فايف، تالت ترم بيعبر عن القتال بالسيوف والأسلحة الخفيفة أو الطرق التقليدية ودي بنرمز لها بالإيمد فاير، رابع ترم بيحدد سرعة الجنود، وآخر ترم ده بيحسب مدى انجذاب الجنود لبعضها أو بعضهم عن بعض، أو زي ما نقول كده الاستراكشر بتاعة الجيش نفسه أو إيه التشكيل بتاعه. بالنسبة للجزء بتاع الريزلز، فإحنا عندنا اتنين سيناريوز اشتغلنا عليهم. الأولاني إن إحنا نقارن بين أنواع الإنتر أكشن واللي هما زي ما ذكرنا نوعين اللي هما الـ Aimed Fire والـ Area Fire، مع افتراض إن Strength الفرس الأولانية 4 أضعاف الفرس التانية. بالنسبة للـ Aimed Fire لقينا إن الـ Density فضلت ثابتة تقريبا لحد ما بقى فيه Overlap بين الاتنين فورسز، وبعدها بدأت تقل وده اللي توقعناه فعلا. بس السؤال ليه ده حصل؟ لأن ببساطة ده تقريبا بيمثل طرق الحرب القديمة المعتمدة على الأسلحة البدائية قريبة المدى. بالنسبة للأريا فاير فلقينا إن الدنستي بتقل في البداية، وده لأن هي بتمثل الحرب بأسلحة بعيدة المدى، بس في الواقع الاتنين بيكونوا موجودين، وده اللي عملناه فعلا، ولقينا إن الدنستي بتقل بمعدل بطيء في البداية نتيجة تأثير الأريا فاير، وبعد كده المعدل بيزيد لما يكون فيه أوفرلاب بسبب تأثير الاتنين مع بعض. السيناريو التاني كان إن إحنا نقارن بين التأثير بتاع السترينث والدنستي، فإحنا افترضنا إن الانيشال دنستي بتاعت الفورس التانية بتساوي الفورس الأولانية مرة ونص، وابتدينا بإن إحنا نخلي السترينث متساوي. لاحظنا ان فورس 1 بتقل بمعدل اسرع من فورس 2، ولما زودنا الاسترينث بتاع فورس 1 لقينا ان معدل نقصان فورس 2 بيزيد، ولما ضربناه في 4 لقينا ان المعدل بيزيد اكتر واكتر، وده اللي كان متوقع بالفعل. طب اكيد دلوقتي في سؤال في دماغنا كلنا، هل فعلا احنا بنستخدم الايكويشنز دي في حاجه؟ فعلا الايكويشنز دي مستخدمه في الالعاب اللي هي بتاعت الأونلاين كومبات جيمز اللي موجودة دلوقتي ومنتشرة سواء على البلاي ستيشن، على الكمبيوتر، على الجيمز بلاتفورم المختلفة. برضو بيستخدموها في التستنج بتاع الديفرنت استراتيجيز، بمعنى إن هما بيسيميوليت بيها استراتيجيز ويشوفوا مدى فعاليتها أو مدى كفايتها في الحرب. من هنا قدرنا نوصل للكونكلوجن، وهو إن في البداية الدنستي بتقل بمعدل بطيء لحد ما يكون فيه overlap بين الفورسز، وهنا بيبدأ يظهر التأثير بتاع الإيم فاير، بالإضافة إن إحنا لما بنزود السترينث بتاع فورس ده بيؤدي إن الفورس دي المعدل بتاعها بيقل بصورة أبطأ، وإن الفورس التانية بتقل بشكل أسرع بكتير على الرغم من عددها حتى لو كان أكتر. في الحقيقة لو كان عندنا وقت كافي كنا هنحاول إن إحنا نضيف التأثير بتاع الطقس كمان على الموديل، وكذلك الأنواع المختلفة من الأسلحة والتقنيات الحديثة، ولكن للأسف ما قدرناش نعمل ده، ونتمنى إن شاء الله يكون الموضوع عجبكم. شكرا.